ها هي الشمس تعانق فضاءها صباح مساء. هذه الشمس التي أحرقت جباه الرجال السمر، جباه رجال جدارة، حيث يوجد تحت أديم ترابها الرجال الذين صنعوا تاريخها بحروف من ذهب. هذه جدارة المقدسة أم قيس الحالية في أقصى شمال الأردن. هنا كان للتاريخ حضارة، هنا كان للتاريخ حكاية. إنها حكاية المكان وحكاية الزمان، حكاية جدارة المقدسة بكل عظمتها ورونقها وبهائها. جدارة مدينة الإسكندر المقدوني، جدارة مدينة الفلاسفة، جدارة أول جامعة في مشرقنا المبارك، جدارة المدينة التي حج إليها السيد المسيح عليه السلام هربا من القائد الروماني على فلسطين هيروديوس وحاكمه على الجليل بيلاطيوس. هنا كان للتاريخ عنوان، العنوان واحد، العنوان واحد، كنا للتاريخ حضارة.